السلام عليكم، عليكم السلام، كيفك؟ شغلك؟ اخبارك؟ حياك الله اخي الكريم، تفضل. بدون ذكر اسماء، شيخنا العزيز. انت سني ام شيعي؟ اني سابقا شيعي طبعا، الله اكبر، مهتدي الحمد لله الان مسلم. اني ما شاء الله، هنيئا لك، هنيئا لك يا حبيبي. والله تقبل الله صيامك وقيامك، وان امين شاء الله اجعلك من الصالحين. امين. طب ممكن تذكر لنا سبب هدايتك على السريع كده؟ والله يا شيخ، يعني جاي شفت ترجع ل شلون تقول مثلا، يعني نعم كل اساليب الشيعة وكل معتقداتهم من تيجي تحللها بالقرآن مو صحيحة، تحللها عقليا مو صحيحة، نقليا مو صحيحة. فعلا الدين مصطنع، يعني عبارة عن اكذوبة. اي والله، اي والله صدقت والله. يعني تجيها من اي ناحية؟ يعني هم، يعني شوف، هم يقولون فعل المعصوم حجة، يعني هم اي فعل يقوم به هو قام به المعصوم. نعم هو هاي طبعا شغلة العصمة، هاي شغلة هم يعني ينسبونها للأئمة، هي بعيدة عن الأئمة، حاشا الأئمة، بس هم يعني جاي يسوون شغلات يعني ما أنزلناها بها من سلطان. انت كم عمرك يا حبيبي؟ الحمد لله عمري 25 سنة. ما شاء الله، الله يبارك فيك يا رب، سبحان الله. يعني فعلا معظم المهتدين من الشباب، اللهم بارك، ربنا يحفظك يا حبيبي. طيب لو عندك مداخلة في شيء تفضل يا حبيبي. والله بس أدق لك، الله يسعد قلبك. امين امين، ودعنا كده ربنا اي والله، لان يجعلنا سبب في هداية الشيعة يا رب. يا اخي ما يهتدون، يا اخي ناس، انسان قافل، انسان قافل الفكره منتهي عنده. زين، ثاني شيء انت عارف، انت مجتمع. عارف اخي الحبيب، انا جبت واحد الان شيعي اتصل علي، ايه فقلت له هقرا عليك ايه، فقال لي تفضل. قلت له الله سبحانه وتعالى يقول، وقرات له ايه في سوره الانفال، الله سبحانه وتعالى يقول الايه دي: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. فقلت له ربنا بيثني عليهم، هم مين دول؟ قال لي ما اعرفش. قلت له طب ربنا وعد المهاجرين بالجنه، المهاجرين والانصار بالجنه، وسيقول الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات، فهم مين؟ قال لي لا اعرف، برضه ما اعرفهمش. قلت له طب هم المهاجرون والانصار اهوت، هم مين من صحابه النبي؟ ما اعرفهمش. طب ازاي الله يخبرنا باتباعهم او يامرنا باتباعهم ويثني على من اتبعهم، وبعدين هم مش معروفين؟ يعني كيف؟ طب مين صحابه النبي؟ برضه يروح يقول لي ده كفار منافقين. اجيب له الايات القرانيه، برضه لا يريد ان يقبل، لا يريد ان معمم تاني اسمه عباس الحيدري، لان كانت كلامنا النهارده عن الصحابه. اتي بالايات القرانيه: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. اقول لهم مين؟ يقول لي ال البيت. اقول له ان الذين امنوا وجاهروا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، هم مين؟ يقول لي ال البيت. اقول له للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون، هم مين؟ ال البيت. اقول له يا حبيبي الله يقول المهاجرين والانصار، يقول لي لا هم ال البيت. تعبت صراحه. تعرف ليش يا استاذ رامي؟ هذا لانه الانسان الشيعي من بدايته، من طفولته، ما تربى على السنه الصحيحه. الحسينيات ما جاي يقام بدراسه قراءه القران والتفكر بالقران وقراءه القراءه الصحيحه، لا، مجرد انه يلطم ويطبر وشيء، يعني مجرد انه يخلي عقلك طافي، يعني مو يعلمون الطفل من بدايته على حب القران والتقرب الى الله، لا، شيء بسيط، يعني مجرد انه يلطم ويخلون انسان جاهل على مود يسيطرون عليه، لا اكثر ولا اقل، يمشون بمصالحهم. اي أيوة والله. انت كنت بتروح الحسينيات؟ لا، اني الحمد لله والدي كان ضد هاي الشغلات، يعني هو صحيح انه كان شيعي، بس شنو يعني، مو ذاك الهوى، يعني مخالف. ابوي انسان متدين، فهو اللي احنا عارف نكون الحمد لله شكل مهتديه وكلنا مسلمين. ما شاء الله، الله بس يثبتك يعني يا رب. احنا نتدعاكم شوي، المجتمع عندنا يعني متقين منهم ثقات، يعني شغلاتنا كلش اعرف خاطر يعني. اعرف، الله يحفظكم يا رب، ويمكن لكم ويمكن لدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين صلى الله عليه وسلم. ينتصر الإسلام في يوم من الأيام إن شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، شرفنا بسماع إن شاء الله. صوتك وبهذه شكرا المداخلة شكرا الجميلة، جزاك الله خير شكرا يا أستاذ ان رامي، شاء الله يا حبيبي. تصبح مع على السلامة، خير. مع السلامة. ان شاء الله، شاب مهتدي عنده 25 سنة بس عاقل. شفت قال لك ايه؟ قال لك خلاص ربوا على ذلك، لم يربوا على السنة الصحيحة ولم يربوا على القرآن في الحسينيات، فطلع خلاص عقله مغلق، هو مش شايف قدامه الا كلمة آل البيت. تقول له يا عم آل البيت، الآيات القرآنية آل البيت، الحديثة آل البيت، آل البيت، خلاص مش عايز يشوف خالص. نسأل الله السلامة والعافية، الله يهديهم يا رب، الله يهديهم.
أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.